مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. أخبار اليوم: عبد الصمار في ورطة وهذا ما تم اكتشافه في علاقته مع الجنرال طرطاك، ولماذا حكموا عليه بالمؤبد والأخير في نهاية فعلية وكشف شبكته. بداية، صحفي عبد الصمار والذي تطارده العدالة الجزائرية تبين أن الأخير له عدة شبكات وعلاقات مع رجال أعمال ومسؤولين، كل طرف كان يستعمله لصالحه بما يسمى بالملفات المسربة وابتزازه لرجال الأعمال الذين كانوا يتصارعون فيما بينهم. وقد تم تسريب له عدة صور وملفات وتسجيلات صوتية هو أيضا يتعامل فيها مع رجال أعمال ويواجهونه لتهيج الرأي العام وكلا لمهاجمة خصومهم. وأبرز من استعمله هو وزير الطاقة السابق ولد قلدور، وكذا رجل أعمال محي الدين تحكوت وحتى الجنرال طرطاك حسب جريدة الجزائر واحد. والآن الأخير رغم أنه عليه أحكام قضائية ومتابعة بالقبض الدولي، إلا أنه لا زال يشتغل وفي نفس مهمته الخبيثة بشبكة جديدة داخل الجزائر. فقد كان هو اشتهر قبل سنوات عبر بعض شاشات القنوات بخروجه بملفات كانت تصله من جهات خفية يعرضها ويهاجم أي رجل أعمال لا يدفع له رشاوي، أو يهاجم أشخاص لمن لهم عداوة مع من يدفعون له ويسربون له الملفات. فقد كانت هناك معارك طاحنة بين رجال المال الفاسد في محاولة تشويه بعضهم البعض. وكان أيضا والقدور منح له أزيد من نصف مليون أورو قبل القبض الدولي عليه، مع العلم أنه تم القبض على والقدور في الإمارات. أما وعن نشاطات عبد الصمار الأخيرة والتي حكم عليه بالمؤبد على إثرها، الأخير تتحرك عصابته المحترفة بالابتزاز من داخل الجزائر رغم تواجده بباريس لزعزعت أقوى المؤسسات الفاعلة في تحقيق الأمن الاقتصادي الجزائري. أدنى عبد الصمار الذين زودوه بملفات اقتصادية حساسة لسنوات مكنته من تصدر الوجه الإعلامي في جانب اقتصادي، مستغلا غطاء الجنرال بشير طرطاك المسجون وفق الجزائر واحد لابتزاز رجال الأعمال مقابل مبالغ مالية جد ضخمة، حيث تم الحكم عليه بالمؤبد وتسريع عملية القبض الدولي بالضغط بالملفات الثقيلة والأدلة الدامغة التي تدينه. ووجهت له تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع عملاء لصالح دول أجنبية. المبتز الجديد والذي كان يتقاضى شهريا من عبد الصمار 40,000 دينار جزائري مقابل ترويج مواضيع ضد رجال أعمال وتحويلها لصحفيين بعد تغليطهم بادعاءات كاذبة مفادها أن منتحل صفة هذا له علاقات مباشرة مع إطار سامي في جهاز أمني حساس ولمضاعفات نشاط شبكة صمار الابتزازية. في الداخل، تكفل الصحفي المزيف بجلب ملفات اقتصادية من مسؤول منظمة وطنية في لقاءات دورية بفندق ليك بوسين بالجزائر العاصمة، يستلم خلالها المبتز الصغير ملفات لضرب شركات رجال أعمال الجزائريين منهم رامي وشركة بايري لصناعة سيارات حضنة لإنتاج الحليب، قهوة 1001 وبنك سلام، شركة بيبسي للمشروبات الغازية وغيرها، والقائمة جد طويلة الشكاوي والملفات التي كانت تصل إلى جهات وطنية مهمتها الانتصار لمصلحة المواطن. حولها الصحفي المزيف إلى ملفات ابتزاز عندما تقع بين يديه وتطير إلى عبد الصمار، مع العلم أنه تم تسريب تسجيلات لعبد الصمار مع تحكوت يتحدث معه فيها عن الرشوة التي قدمها له والمبلغ ومن يهاجمه بملف سري. فتحكوت المحبوس هو الآخر ينتظر أن يحاكم في قضية صمار. أخبار اليوم: تحكوت وعائلته يفاجئون الشعب الجزائري بما وجدوه عندهم مخرجة مدوية في مغارات ضخمة ولن تصدق عما وجدوه هذه المرة أيضا. بداية، كشفت العدالة الجزائرية مفاجأة مدوية عن عائلة تحكوت وكيف كونوا إمبراطوريات ضخمة ومغارات فيها ترواز ضخمة، حيث عرت محاكمة إمبراطورية النقل الجامعي ونفخ العجلات محي الدين تحكوت حقيقة المخطط الإجرامي لعدد من أفراد عائلة تحكوت ومن وله من أصحاب السمع والطاعة، كل حسب الدور المنوط به لإخفاء الممتلكات والمركبات الفخمة وقطع الغيار ومحركات وقوارب نزهة ودراجات مائية وغيرها بقيمة مالية مهولة في مغارات سرية أصبحت ملذة للتخطيط المسبق للتحايل على القضاء وتمويه الأجهزة الأمنية للإفلات من الأثار القانونية، على أمل أن يخرج زاعمهم الذي كان يسير الأمور من داخل زنزانة السجن من خلال إعطاء الأوامر لشقيقه وحشيته لتشكيل قاعدة احتيالية لرفاهية جديدة. لكن القضاء كان بالمرصاد ونقلت شروق كل تفاصيل التروى المصادرة. تحكوت صدم الجميع بعدد المغارات التي خبأ فيها ترواز ضخمة وجدتها مصالح الدرك الوطني والأجهزة الأمنية التي نفذت عديد المداهمات لما يسمى بمغارات تحكوت. وكما يعلم الجميع فقيمة كل المحجوزات كل واحدة بالملايير، المحجوزات بالألاف، أي أن الثروة وقيمتها تفوق الخيال. كونها هذا الأخير وعائلته بطرق مريبة وبسرعة لا تصدق، حتى أضحى الأخير ملياردير وينافس أغنى الأغنياء. وكشفت العدالة الجزائرية أيضا عن الامتيازات الغير مستحقة والغير مشروعة، بدايتها من التضخيم الرهيب للفواتير واستيراد الأجهزة الطبية
مرورا بالطريقة التي استحوذ فيها على النقل الجماعي، وكون لنفسه ثروة طائلة بأموال طلب من خلال صفقات النقل التي أبرمها مع جامعات بعدة ولايات من الوطن، والتي شابتها خروقات وضغوطات وتعديلات في بنود دفتر الشروط واختلاسات، وكل ذلك تم برنة هاتف والقروض التي تحصل عليها من البنك الوطني الجزائري، وصولا إلى خليلته الخفية وأم ابنته التي أصبحت بين ليلى وضحاها ضمن قائمة الأثرياء الجدد. أخبار اليوم: القاضي يفاجئ تحكوت بزوجته السابقة من فرنسا ولم تصدق عن ردة فعله وماذا وجد عندها مخبأ وكذلك في خزانتها الفولاذية. بداية ومع عودة رجل الأعمال السابق تحكوت للمحاكمة باقتياده من الحبس على ملفات جديدة وثقيلة، سأل القاضي تحكوت عدة أسئلة وجهه بالأدلة، ثم خرج القاضي بمفاجأة كثيرا أربكت تحكوت وصدمته، حيث حدثه عن ملايين الدولارات التي تسبب في نهبها بتزوير الفواتير، ثم حدثه عن زوجته التي انفصل عليها والمتواجدة في فرنسا، حيث فاجأه بالقول له: يا تحكوت، ما هي علاقتك بالمدعوة فيروز باء؟ ليرد تحكوت بالقول: ما عندي حتى علاقة معها. ليرد القاضي بدوره بالقول: بلى، عندك ابنة معها اسمها جاسمين. ثم أجاب تحكوت المرتبك بالقول: نعم، ولدت في فرنسا. وقال القاضي: متى تفارقت معها؟ تحكوت قال: في سنة 2005. القاضي: ما هي الوظيفة التي كانت تمارسها هذه باء فيروز؟ تحكوت: كانت موظفة في شركة وبعدها انتقلت إلى ممارسة التجارة. القاضي: فيروز هذه تملك على عدة حسابات بنكية بالعملة الوطنية والصعبة، على غرار حساب فيه 350 ألف أورو و47 مليون سنتيم، وحساب آخر ب303 ألف أورو، ما هو مصدر أموالها؟ ليجيب تحكوت بالقول: والله ما عندي حتى علاقة بدراهمها. القاضي: وماذا عن 4.5 كيلوغرام من الذهب التي تم العثور عليها في خزانتها الفولاذية؟ ورد تحكوت بالقول: ما عندي أي علاقة بهذا، فأنا انفصلت عليها وما عندي ما دخلني. أما وبخصوص اعترافات تحكوت بكون أولاده كانوا يتقاضون أجر 200 مليون سنتيم شهريا، فقد قال وكيل الجمهورية بخصوص الشركات والشقق المتواجدة بفرنسا: كنت مستثمر وعندك استثمارات، كان لابد من التصريح بممتلكاتك طبقا للنظام البنكي. ليرد تحكوت الذي تم إحراجه بقوله: لا أريد الجواب على هذا السؤال. ثم قال وكيل الجمهورية ورد بخصوص الشركات المسجلة والشقق والعقارات المتواجدة بمدينة نين في فرنسا والقانون الجزائري: يحد على المستثمرين في حالة الرغبة في امتلاك الاستثمار في الخارج، كما لابد أن يصرح لدى بنك الجزائر ورخصة من البنك. ليرد تحكوت بالقول: أنا الشركات كنت نخدم وندفع الضرائب. سؤال دفاع قال له: كم يتقاضى راتب أبنائك؟ ليجيب تحكوت بالقول: 200 مليون في الشهر، ينوض على 4 الصباح ويخدم ولدي بلال، متحصل على ماستر 2 مانجمنت في فرنسا، كما أن السيارات أنا الذي أستوردهم، وليس هناك أي علاقة لا للعمال ولا لأبنائي ولا إخوتي. أخبار اليوم: ماذا فعلت زوجة أويحيى قبل الهروب وماذا أخذوا معهم؟ وهكذا حاول أويحيى التغطية عليه والأخير ينهار وهذا هو السبب. فماذا أعطى لعائلته قبل حبسه وتفاصيل مفاجئة لأول مرة؟ بداية الوزير الأول الأسبق أويحيى الذي يعد أكثر من سبب